التكريم لينا كلنا، ويعني قمة الوفاء وقمة الصفة المحترمة في أي دولة، اللي هي تكريم الأشخاص اللي يستاهلوا التكريم. فالحمد لله طبعا أنا ما كنتش متوقع حاجة زي دي، فأنا بشكر طبعا حزب الوفد وكل الشكر والتقدير ليهم طبعا. والحمد لله أن شفت كوكبة كبيرة جدا طبعا من الرياضيين، ودي من اللحظات الجميلة جدا، والإنسان عايش وهو بيكرم. وإن شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وكل واحد يستاهل التكريم يكرم بإذن الله تعالى. النادي الأهلي يا رب بإذن الله فوق الجميع، جميع من داخل النادي الأهلي.